في احتفاليه السيد الرئيس باطفال شباب باطفال وشباب قادرون باختلاف، يمكن لفت انتباهنا بنوته صغيره اسمها جودي، لفتت انتباهنا وهي بتغني امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب انها بتعزف كمان وعندها موهبه يعني مختلفة تحديدا. ويمكن بعد دقايق شفنا البنوتة مريم اللي طلبت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل طريقة برايل للوثائق والأوراق الرسمية، وعندها موهبة للعزف كمان. الاتنين البنات اخوات، وطبعا اكيد وراهم أم عظيمة قدرت تربي تربية مميزة، تربية مختلفة طلعت ببناتها وتخليهم قادرون باختلاف وبمهارات فريدة بهرت الجميع في حديثهم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا معنا السيدة هويدة أحمد علي على الهاتف. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة هويدة. وحضرتك طيب، أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. أهلا ويا رب عيد سعيد عليكم. يا رب، اللهم أمين. يعني في البداية عرفينا عن المواهب اللي اكتشفتيها في البنات من وهم صغيرين، وبدأتي تنمي مواهبهم إزاي يعني لحد ما أصبحوا مميزين في اللي بيعملوه. والله هو الموضوع بدأ بمريم سبحان الله، وهي لسه حوالي 8 سنين كده. احنا كنا يعني بنعلمها سباحه بس قبل كده، وبتشارك في الانشطه بتاعه المدرسه، ويعني بس مجرد المشاركه العاديه يعني على اساس ان هي تبقى بتشارك في حاجات خاصه بالانشطه، شعر، مسرح. وبعد كده لقيناها وهي قاعده بتلعب على اورج لعبه، فلقيناها ان هي بتطلع نغمه جميله يعني. ففكرنا في الموضوع على اساس ان هو برضو يشغل جزء من وقت الفراغ، فباباها قرر ان احنا نشوف مدرب او مدربه تشتغل مع مريم وتعلمها شويه على الاورج او على البيانو يعني. بس من هنا جت النقطه، يعني الفكره ان مريم لقينا المدربه بتقول لا ده مريم موهوبه، فكانت مفاجأة لينا سبحان الله. وبعد كده بقى بدأنا ننمي الموهبة دهيت بأنها تتعلم على البيانو، بأنها بقت تدرس في كلية تربية موسيقية، اتعلمت النوتة بالبرايل، النوتة الموسيقية، إن هي تقدر إنها تقراها وتعزف فيها بنفسها، ما تبقاش بس بتعزف سماعي يعني أو تتعلم سماعي. فبقينا بقت بتاخد دراسات حره في كليه تربيه موسيقيه، يعني فضلت وراها بكل الطرق عشان تتقن الموهبه دي، ان كان دراسه تطبيق بالظبط. طيب. حتى اخذت يعني شهادات في التدريس تبع كليه ترينيتي في لندن. يعني على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا ننمي دوت طبعا. طب بس يعني استاذه هويده برضو، الحقيقه ان وجود بنتين من ذوي الهمم وقادرون باختلاف في بيت واحد، ده محتاج مجهود كبير جدا من حضرتك معاهم. خلينا نعرف الساده المشاهدين، ازاي قدرتي تقسمي وقتك معاهم ان انت تقدري تقدمي كل الرعايه ليهم وتلبيه كل مطالبهم، ده غير ان انت كمان مش بس بقى في تعليم او ان هم يتكيفوا ويتعاملوا، لا ده انت كمان نميتي مواهبهم وبقوا عندهم ثقه في نفسهم كبيره جدا ما شاء الله عليهم. بصي، هو لما الانسان يحس ان ربنا عطيله نعمه، فربنا سبحانه وتعالى بيديكي بقى بيمنحك يعني الصبر والقوه والصبر. فطالما الانسان تقبل الشيء رقم واحد في اي حاجه، ان الانسان بيتقبل الشيء يعني تقبل الرضا بقضاء الله، خلاص الحمد لله رب العالمين. بعد كده بقى ربنا بيديك الرزق اللي هو الصبر. فسبحان الله ربنا رزقنا الرضا ورزقنا الصبر، ومن هنا جت بقى القوه ان انت يعني تقدري ان انت تعملي الحمد لله. فباباهم وراه وانا معاه الحمد لله، ودايما يعني مش مخليين ان هم محتاجين اي حاجه من ناحيه ان هم ينموا مواهبهم. جودي يعني ربنا رزقنا بيها بعد مريم بحوالي 9 سنين، وكانت مفاجاه ان هي زي مريم، بس الحمد لله رب العالمين، رضا ونعمه من عند ربنا. كبرت جودي شويه بدانا نحس ان هي عايزه تتعلم زي مريم. فاللي شافها قال ان جودي برضو موهوبه وبتعرف تغني وعندها اذن موسيقيه.
فسبحان الله بدأت بقى مع جودي ان هي بدأت تغني وتقف على المسرح وتدخل مسابقات. يعني احنا فخورين بيهم. انا يعني اعذريني انا هضطر اقطع حضرتك لانه ده ميعاد الموجز، لكن اسمحي لي بس قبل ما انهي كلامي مع حضرتك اشكرك واحييكي واقول يا بختهم بيكي وربنا يخليهم لك يا رب وتفرحي بيهم، وهم الحقيقه نموذج مشرف لينا كلنا. نشكر استاذه هويده احمد والده جودي ومريم من مواهب ذوي الهمم.